السلام عليكم. إذن اليوم سنتحدث في المحاضرة الثالثة عن محور جديد هو الحركة الفكرية أو الحركة الإنسية الهيومانيزم. سنتناول مفهوم الإنسية، مبادئ الحركة الإنسية، العوامل المساعدة في ظهور الحركة الإنسية، ثم مظاهر الحركة الإنسية، وكذلك من هم رواد هذه الحركة. إذن الحركة الإنسية، لماذا نعرف الحركة الإنسية؟ الحركة الإنسية هي حركة ثقافية، موفمون كولتوريل دو لا ريفولوسيون، يمكن أن نقول كذلك هي تيار، هي نزعة تجعل من الإنسان محور الحضارة، وقد أعطته منظور جديد ورؤية أخرى. الإنسية كذلك حركة إنسية أو حركة إنسانية، مذهب إنساني، نزعة إنسانية كما قلت، وهي حركة اهتمت بالإنسان والتراث في القرن الخامس عشر، وهي أبرز حركة فكرية وثقافية في عصر النهضة. هي تيار فكري وثقافي، هي تيار ساهم في تطوير المعرفة وركز على تعظيم الإنسان وإحياء التراث القديم وانتقاد الكنيسة الكاثوليكية والتحرر من قيود الفيودالية أو النظام الفيودالي. ظهرت الإنسية في عصر النهضة ما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر في إيطاليا، وقد ساهمت في تطوير المعرفة وانتشرت فيما بعد في إسبانيا وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا، وهي تحول، إذا صح التعبير، تحول شمل مجالات مختلفة علمية فكرية وفنية. هذه الحركة أغنت للنهضة الأوروبية بإيديولوجيات جديدة كما قلت، مسجدت العقل وقوة الإنسان، دافعت عن الحرية والقيم. وقد ضمت هذه الحركة رجال الدولة، أساتذة جامعيون، بعض النبلاء، رجال الدين إلى غير ذلك، مثقفين إلى غير ذلك. ما الهدف من جعل هذه الفئة هي التي تهتم بالحركة الإنسانية؟ كان هدفهم القضاء على الفكر الفيودالي وكذلك الكنيسة الكاثوليكية، ثم اهتمت فقط بالإنسان ومحبته وأعادت إليه الاعتبار. ما هي مبادئ الحركة الإنسية؟ لن أستطيع أن أتحدث عن جميع المبادئ، ولكن سأعطيكم البعض من مبادئها. شكل الإنسان محور الفكر الإنسي، معناه كما قلت التركيز على تمجيده باعتباره أرقى الكائنات الحية، وإعادة اعتباره وتخليصه من الوضعية المظلمة التي عاشها في العصر الوسيط. الاهتمام بمختلف العلوم والآداب والفنون، معناه الآداب الكلاسيكية أصبحت مهمة في عصر النهضة، ثم اهتموا بهذه الكنوز لما لها من وزن ثقيل في الثقافة، ثم أخذوا بالأساليب الحديثة في التربية والتعليم، معناه إدراج عناصر جديدة في التعلم، الاعتماد على اللغات والآداب الكلاسيكية، معنى أنه سيكون تعليم إنسي. ثم التخلص من أسر النظام الإقطاعي والكنيسة الكاثوليكية، ثم العودة إلى جذور الفكر والآداب اللاتيني، معناها دراسة الكنوز القديمة كما قلت، ووضع جسر ما التي هي، لأن هذه الكنوز تضع جسر ما بين العصور القديمة والعصور الوسطى، وكذلك يجب الاهتمام بالثقافة القديمة والرجوع إليها لأنها ستساعد على الثقافة الحديثة. ثم كذلك الدفاع عن حرية الفرد وقيمه، ثم رفض العنصرية وترجمة الكتب اللاتينية الإغريقية، والاهتمام باللغات التي أصبحت معرفتها ركناً أساسياً في الثقافة الإنسية، معناه أصبحت الكتابة باللغات الوطنية،
الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية. إذن ما هي العوامل المساعدة في ظهور الحركة الإنسية؟ كما سبق وقلت لن أعطي كل العوامل وسأعطيكم بعض العوامل. أولا اختراع المطبعة ساعد اكتشافها على يد الألماني يوهان هوتنبرغ الذي استطاع أن ينشأ أول الكتب المطبوعة في أوروبا والتي أحدثت بطبيعة الحال صدى واسع لأن هذه الآلة حررتهم من النسخ ثم ساعدت على الكتب المطبوعة في أواسط القرن 15 ثم وفرت كذلك الكتب وأصبحت هذه الكتب في متناول العديد من القراء. زد على ذلك الأهمية التجارية والمالية لإيطاليا التي انطلقت منها التحولات لتشمل باقي دول أوروبا الغربية، ثم ظهور عائلات وطبقات برجوازية عملت على تشجيع الثقافة والفن. أذكر هنا عائلات ميديشي أشهر عائلة فلورنسا وأغنى أسر أوروبا كذلك، فهي شجعت الفن خاصة الفن والعمارة والحركة الثقافية واحتضنت رواد مفكري عصر الإنسية أو عصر أو مفكري الحركة الإنسية أو مفكري عصر النهضة. ثم نزوح العلماء الأوروبيين المسيحيين إلى شبه الجزيرة الإيطالية بعد فتح القسطنطينية. القسطنطينية هي إسطنبول حاليا. هؤلاء حملوا معهم ثقافة العرب الغنية، وطبيعة الحال عندما فتحت القسطنطينية على يد العثمانيين حملوا معهم المخطوطات والوثائق، وهذه الهجرة ساهمت كذلك في وضع قواعد الإنسية أو قواعد النهضة الإنسية والعلمية إلى غير ذلك. الآن ما هي مظاهر الحركة الإنسية؟ ما هي مظاهر الحركة الإنسية؟ العمل على إحياء التراث القديم اليوناني. لماذا؟ لأنه إرث قديم ويجب الأخذ به، ثم كذلك إحياء التراث الروماني القديم وهذا سيظهر جليا في العمارة وفي الفن، ثم أن له أهمية في تكوين الفرد، ثم إعادة نشر المخطوطات والوثائق بعد تحقيقها عن طريق آلة الطبع. كما قلت مسبقا أنهم تخلصوا من النسخ وبدأوا يطبعون الكتب التي ستكون في متناول الجميع. إذن هذا الجهاز بطبيعة الحال كان له أثر جيد على الحضارة لأنهم استعملوا الطباعة وهذا شيء جميل في تلك الفترة. ثم تزايد اهتمام الأوروبيين بالتراث الفكري القديم، سنلاحظ هذا في عصر النهضة. ثم إنتاج قواميس علمية للغة اللاتينية قصد نشر الأفكار أو أفكار الحركة الإنسية على نطاق واسع. ثم تعدد وتنوع مناهج العلوم التي كانت لها أهمية بالغة في تقدم المجتمعات من خلال المعرفة وعلى أساس التجربة والبرهان. هذه الحركة كذلك اعتنت بعلم الطب وطبعت كتب خاصة به، وهنا نلاحظ بأن الكنيسة كانت تمنع ذلك ولكن ألحت هذه الحركة على طبع كتب الطب. ثم الاهتمام كذلك بعلم الفلك وعلم التشريح. ثم لا ننسى كما قلت دور المطبعة لأنها هي التي نشرت انبعاث المعاني والمفاهيم وعممت علم عصر النهضة وحاولت أن تقارب الحضارات وكذلك أسهبت في المعرفة. ثم تشجيع التعليم عن طريق إنشاء مرافق تعليمية أو مرافق علمية مدنية كالمعاهد كالجامعات إلى غير ذلك. ثم تحسين الطرق أو طرق التعليم أو طرق التدريس بأوروبا الغربية. ثم دعمت هذا التعليم بإنشاء مكتبات وفي خاصة في الأديرة وفي الكنائس. طبعا الحال هذه مرافق مدنية مهمة وتنافس المدن على إنشاء هذه المؤسسات وبطبيعة الحال للحصول على المعلومات الموجودة في الكتب الورقية والمخطوطات.
الآن أصل إلى من هم رواد هذه الحركة. أولا ديدييه إيرازام 1469-1536، هو فيلسوف هولندي من رواد الحركة الإنسية في أوروبيا، في أوروبا عفوا. لاهوتي أديب خطيب عالم بالقضايا الإلهية، أعاد قراءة النصوص الكلاسيكية المقدسة، هنا إحياء التراث القديم الروماني اليوناني والروماني. ديدي إيرازم هذا وجه انتقادات للكنيسة، منها التراتبية الموجودة بداخلها وابتزاز الأساقفة للمسيحيين بواسطة تجارة الغفران. ثم دعا إلى إصلاحها أحسن من انشقاقها. تجمع الديانة في رأيه بين استخدام العقل والحرية. ديدي هذا حاول أن ينشر حركته أو أفكار حركته عن طريق الرحلات، قام بعدة رحلات إلى مدن أوروبية كباريس وإكسفورد والبندقية، وبدأ ينشر أفكاره التحررية. سعى هذا الفيلسوف إلى جعل مبادئ الحركة الإنسية حسب التوجهات المسيحية، كما أراد أن يقرب بين أتباع المذهب الكاثوليكي وأتباع الحركة الإصلاحية الجديدة. اكتسب شهرة مهمة في عموم أوروبا بفضل ترجمته للكتاب المقدس وللكتب الإغريقية الكلاسيكية، ثم كانت له دراية واسعة باللغات القديمة، ويحد كتابه مدح الجنون الذي نشر سنة 1511 ميلادية من أهم المؤلفات، والذي انتقد فيه المجتمع الإقطاعي ونادى فيه بالإصلاح، وهو مرجع مهم في فترة عصر النهضة الأوروبية. هذا الفيلسوف أراد في كتابه تقديس الفلاسفة والمفكرين القدامى، وأراد أن يمجد الإنسان. نقطة أخرى عند ديدي إيرازم هو أنه اجتهد في تنقية الإنجيل من الشوائب اعتمادا على الفيلولوجيا، وهي علم دراسة اللغة، فيلولوجي أو فقه اللغة. طبيعة الحال هذا اجتهاد جعل ديدي يكتسب أو له خبرة مهمة في جعل هذا الكتاب متناول الجميع، وكذلك أراد أن ينقي من الشوائب التي تراهم حوله، واعتمد على مواد جديدة اللي هي علم دراسة اللغة كما قلت قبل. إذن هذا التخصص هو تخصص مهم، لأنه مكنه من الكشف عن التحريف الذي أصاب النصوص أثناء ترجمتها، وهذا يحسب له، وهو من الاجتهادات التي قام بها كما قلت ديدي إيرازم. إذن المحاضرة الثالثة تقف إلى هنا، وفي المحاضرة الرابعة سأعطيكم رواد آخرون بزغوا في الحركة الإنسية. إذن أتوقف إلى هنا وإلى المحاضرة المقبلة إن شاء الله.